كان لسلاحي الحرب الإلكترونية والإشارة دور بارز ومحوري، فسلاح الإشارة كان العصب الواصل بين القوات، لما لا وهو في قلب كل تفصيلة على أرض المعركة، فمن خلاله كان يتم إرسال الإشارة واستقبالها بين القيادات والضباط في مختلف قطاعات الجيش المصري. بالأهمية نفسها أدى سلاح الحرب الإلكترونية أعمالاً بطولية على جبهة المعركة، فقد تمكن من استطلاع ترددات الرادارات وتوجيه المقاتلات، إلى جانب التأثير السلبي على طائرات العدو الإسرائيلي. الحرب الإلكترونية ده كان سلاح حديث جداً، تم تأسيسه قبل عمليات أكتوبر بثلاث سنوات فقط. إسرائيل كانت بتعتقد أن احنا عندنا وسائل حرب إلكترونية متفرقة ما بيضمهاش قيادة واحدة، ولكن على الواقع فوجئوا أنها سلاح متكامل ومنظومة متكاملة من سلاح الحرب الإلكترونية، بتشمل كافة أفرع القوات المسلحة، سواء كانت تشكيلات برية أو قوات برية أو قوات بحرية أو قوات جوية أو قوات دفاع جوي. احنا من 69 بدأ إسرائيل تجيب الفانتوم. الفانتوم أكثر تطوراً وأكثر استخداماً للتكنولوجيا والإلكترونات، وبدأنا يظهر عندنا حاجة اسمها الاتصال بالأمر الصناعي، فكان لازم يبقى عندك سلاح يعرف يتعامل مع هذا التطور الجديد في الأحداث. بنعمل إعاقة على مراكز القيادة بتاعة العدو الإسرائيلي، بنعمل إعاقة على المطارات، بنعمل إعاقة على قوات الدفاع الجوي بتاعة إسرائيل اللي هي هتتدخل ضد الضربة الجوية بتاعتنا، وهناك إعاقة خداعية رادارية، إن الطيار الإسرائيلي وهو جاي هيشوف الهدف، يعني هيشوف الكوبري بتاعنا، ولكن هيشوف يمينه وشماله عدد آخر من الكباري الهيكلية اللي بتظهر بس عند الطيار، هي مش موجودة على الواقع. في جزء مهم في الحرب، المعلومة. أنا عشان أدخل الأوضة اللي جاية دي لازم بعرف فيها مين وإمتى وإزاي واتجاهاتي، وإلا هدخل للمجهول، فلازم في عندي فرد يروح يجيب لي المعلومة ويجي ده فدائي. كل تشكيلات القوات المسلحة وكل أسلحة القوات المسلحة لازم يشملها عنصر الإشارة، في مواصلات خطية دي كوابل، زائد مواصلات لاسلكية، زائد مواصلات متعددة. الثلاث أنواع دول بيختلف قدراتهم طبقا للمستوى اللي بتخدمه، وبالتالي لما بيبقى تشكيل أو وحدة تكتيكية أو وحدة صغرى تختلف حجم وقدرات الأجهزة الإشارية اللي هي تحقق له المهام. عشان كده في جميع أسلحة القوات المسلحة العناصر المشتركة كلها لازم يبقى فيها عنصر الإشارة بالمواصلات الخطية واللاسلكية والمتعددة. حرب الأسلحة المشتركة ربما هي الجملة الأكثر التصاقاً والأوضح تعريفاً لنصر أكتوبر المجيد. عزفت الأسلحة نغمة النصر، وقدمت صورة حية على أرض الواقع من التكامل والتعاون والتنسيق لملحمة عسكرية ستبقى محلاً للدراسة وموطناً للإبهار. إحنا عندنا في القوات المسلحة بنقول إن المعركة معركة أسلحة مشتركة. الأسلحة مشتركة تعني أن كل الأسلحة مشتركة وبتنسق مع بعضيها بحيث لإنجاح العملية في الآخر. البحرية كانت عند بورسعيد وابتدت تضرب القوات اللي كانت موجودة، الدبات مش هتقدر تقدم إلا المدفعية تضرب لها الأول وتدمر لها النقط اللي هتهاجمها. لو مش سلاح المهندسين ما كانش موجود ما كناش عبرنا، كانش دبابات عرفت تعبر. هي سموفينية كاملة، يعني زي الفرقة الموسيقية، في واحد بيضرب عود، واحد بيضرب كمانجة، واحد بيضرب بتاعه، في الآخر بيطلع اللحن زي مباراة. الدفاع بيخدم على الهجوم والهجوم، يعني الدنيا كلها، وما ينفعش لوحدهم. المشاة جوه لازم في استطلاع قوات جوية، لازم مدفعية، لازم دفاع جوي يحميهم. المهندسين مستمرين إذا ما كانش في المعابر بيشيل ألغام قدامهم. التنسيق المشترك اللي بيتم بين الدفاع الجوي وبين القوات الجوية من ضمن أهدافه الأساسية
ان يبقى عارف ان الطياره اللي داخله عليه مصري بتاعته. في جهاز بيركب اسمه جهاز تعارف، بيركب في الطيارات المقاتله او الطيارات الهليكوبتر او الطيارات المصريه عموما، يعني بيطلع سيجنال بيتعامل بيه مع مراكز الدفاع الجوي المتعدده اللي موجوده على مستوى الجمهوريه. الطياره اللي داخله عليه دي لو التردد اللي موجود بتاع التردد السري بتاع الجهاز اللي احنا بنقول عليه بيبلغ على الشاشه عنه صديق. لو الجهاز ده مش موجود في الطياره او مش شغال او في اي دفو مش هيبان على الشاشه بتاع الدفاع الجوي، يبقى هيتعامل معاه. قائد المنطقه الجنوبيه بتكليف من موشيه ديان وقتها وزير الحربيه الاسرائيلي خد مراسلين صحفيين ووسائل اعلام، قال لهم تعالوا هنوريكوا الجيش الاسرائيلي هيستولى على مواقع صواريخ المصريين سابوها وهربوا. طبعا اول ما نزلوا في الموقع بالطياره الهليكوبتر وابتدوا يبصوا، طبعا بانت انها دي صواريخ هيكليه، فكانت فضيحه لاسرائيل. وجريده الجارديان نشرت تحقيق صحفي عن ان اليهود كانوا مخدوعين في المواقع دي وكانوا متصورين انها مواقع صواريخ حقيقيه ولكن هي كانت هيكليه. جولدا مائير كانت بتصرخ الحين يا امريكا، اسرائيل ضاعت، اسرائيل راحت، وفعلا خط برليف وقع في ساعات. القوات المصريه كلها استولت على 31 نقطه قويه اللي موجوده على طول الجبهه، رفعت عليها الاعلام المصريه كلها بالمقاتل المصري نمره واحد اللي هو خير اجناد الارض، وبكلمه الله اكبر اللي زلزلت كيان الاسرائيليين ورفعت معنويات قواتنا المسلحه. في عساكر مصريين حاربت في بعض المعارك من غير سلاح بارادتها، بيدافع عن ارضه وهو مقتنع بده، هو بيدافع في سيناء عن بيته اللي في اسوان او بيته اللي في سوهاج او البيت اللي في الشرقيه، بيدافع عن امه وعلى اخته وعلى ابنه وعلى حفيده وعلى مستقبله. كفاحهم الست سنين من 67 لغايه 73 ووجودهم في الملاجئ وفي الرمال وفي الجبال بيتحقق ان احنا بنحقق نصر، ودي كانت بشرى هائله جدا ان العبور ده تم والخسائر اقل ما يمكن. الرضا لحظه العبور والسعاده كلها كانت لحظه العبور، دي ما كانش فيه عندي احلى او احسن من كده. كانت المشاعر كلها مختلطه ببعض، الفرح عظيم جدا، احنا هزمناهم في 73 في 6 ساعات، كنا مستوليين على 31 نقطة قوية رافعين عليها الأعلام المصرية ترفرف عليها كلها. رفعت روح المعنوية للشعب المصري كله إن هو انتصر، ولأول مرة في التاريخ إن احنا نبدأ حرب، دي كانت حاجة يعني كانت بعيدة عن خيالنا أصلا في الأول أيام ما قبل 73، فكنا إن احنا نعدي ونحرر أرضنا ونحقق الهدف السياسي وهو تحرير الأرض. احنا وقفنا على الأرض صلبة، اشتبكنا اشتباكات قوية جدا جدا، حمينا الأرض الدلتا بالكامل ما عرفوش يخشوها، وطالعين من الحرب دي بكل المقاييس منتصرين. الحرب انتهت بانسحابهم ورجوعهم بدون ما ينسحب من عندنا أي عسكري. الحرب كملتها السياسة فانسحبوا من كل الأراضي اللي احتلوها. يبقى احنا كسبنا الحرب ولا ما كسبناش؟ كسبناها. نالت مصر بشعبها وجيشها حقها في انتصار طال انتظاره، وأجبرت الجيش الذي لا يقهر على الجلوس صاغرا إلى طاولة المفاوضات. لكن يظل أجمل ما في ذلك الانتصار هو تأكيد أننا وطن ربما يمرض أو ينتكس مؤقتا، لكنه دوما سرعان ما ينهض من أي كبوة وينتصر، وأبدا لن ينكسر. ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة وثقتنا في علمها، ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسلاح.